إيفا، هل أنت جاهزة الآن؟ أجل. يا للحظ، لقد حان دوري. مرحبا، ماذا تفعلون هنا؟ نحن نلعب لعبة، هل تريد الانضمام؟ ما هذه اللعبة؟ انظر، إيفا، هيا نعرفه بها. انظر، لديك بالونات والأخير مليء بالماء، الشخص الذي ينفجر عليه البالون يخسر. أريد أن أجرب. يا له من حظ سيء. لكن لا تهتم، لعل حظك سيكون أفضل في المرة المقبلة. لن أفكر في لعب هذه اللعبة مرة أخرى. انظر يا داني، لقد نام سافا. لقد اختار الوقت غير المناسب للنوم. أتمنى أن تعجبه الصراصير. قيلولة جميلة. يا فتيات، هل تريدن مشاهدة خدعة سحرية؟ آه، صرصار. إنه هنا. آنيا، اهدئي قليلا. أها، لم يكن حقيقيا. سافا، عذرا. لا بأس آنيا، لا تعتذري منه. هكذا لن يعود للنوم خلال الدرس. هل تعطيني القليل؟ هاي، هل تعطيني القليل؟ هاي، هل تعطيني القليل؟ أعطيني القليل. أعطيني القليل. لقد تعبت، سأشتري شيئا وأنا أعلم ما علي فعله. إنه جاهز. أين هو مايكل؟ هاي، هل تعطيني القليل؟ خذ يا صديقي العزيز، سأشارك كل ما لدي معك. هاي سافا، ولكن هذا قميصي المفضل. أنا آسف، ولكن هذا المشروب المفضل لدي. أنا لن أثق بك مرة أخرى، مهرج أحمق. ما هذا؟ سأصل متأخرة إلى المدرسة. كيف سأخرج من هذا المقلب السخيف؟ صباح الخير، هل أستطيع الدخول؟ فيوليتا، لم تتأخري 5 دقائق، لقد تأخرت نصف ساعة. أعتذر، ولكن هذا لم يكن خطأي حقا. نعم، إنها على حق يا أستاذ أوليك، لم يكن خطأها. إن ذنبها الوحيد هو أنها تنام كثيرا. اللبن، إنه المفضل لدي. في الحقيقة هذا لفيوليتا. اشكريها نيابة عني. يا إلهي، لقد اشتريت هذا اللبن اليوم، من الذي تناوله؟ مايكل قال لي أن أقوم بشكرك. حسناً. أنا متأكدة من أنه سيحب هذا. يا إلهي، كم هي لطيفة فيوليتا معي، دائما تشتري لي اللبن الذي أحبه. أوه.
المفضل لديك. لم أكن أعلم أنك تحب هذا السمك. فيوليتا، هذا كان خطأك. أحس بالعطش الشديد. آنيا، هل تعطيني قليلاً من فضلك؟ لن أعطيك، اشتري واحدة لك. لماذا أنت طماعة هكذا؟ أنا لست طماعة، ولكن معك سأكون كذلك. حسناً، إذن أنت أيضاً لن تشربي المزيد من الكولا. من الجيد أنه لدي بعض حبات النعنع. آنيا، انظري، إنه عصفور. أين؟ داني، ما بك؟ هل جننت؟ يجب أن تتعلمين المشاركة مع أصدقائك. مايكل، توقف عن الإزعاج. سافا، هل سمعتني؟ إنني أتحدث إليك منذ مدة. إيفا، حقا؟ أعتذر، ماذا كنت تقولين لي؟ حسنا، كنت أقول. اسمع يا مايكل، أين أنت؟ الزومبي سيقومون بقتلي. أفهم هذا، لا تسمعني. آها، هذا ممتع كثيرا. يا فتيات، إن سافا لا يعيرني أي اهتمام، وكل هذا بسبب الألعاب الإلكترونية. وماذا كنت تعتقدين؟ أن يبقى معك طوال الوقت؟ الألعاب أكثر إمتاعا. حسنا، أفضل. لا تشغلي بالك، الحل لدي، خدعة جديدة. والآن تخيلي نفسك ممثلة. آي، إنه يؤلمني. إيفا، هل يؤلمك كثيرا؟ نعم، يؤلمني كثيرا. إيفا، لقد جرحت نفسك. إيفا، ما الذي حل بك؟ آي، إنه مؤلم. هل وقعتي؟ ماذا يؤلمك؟ نعم، يؤلمني. يجب أن تنتبهي أكثر، سأقوم بحملك حتى المقعد. آي، آي. ما رأيك؟ أينفع ذلك مع مايكل؟ يا إلهي، كم تؤلمني. فيوليتا، هل تتألمين؟ أوبس. إيفا، كم تحتاجين من الوقت؟ نحن جائعين كثيرا. حقا يا إيفا، هيا أسرعي من فضلك. أعطوني بضع دقائق فقط وسأحضر لكم ما تأكلون. الجبن، الصابون. لقد أحضرت لكم نوعين من الجبن، الفيتا والموتزاريلا. وأخيراً الجبن. أوه، ما هو نوع هذا الجبن؟ ليس له رائحة الجبن. إيفا، أوبس، أخطأت بينه وبين الصابون. مرحبا سافا، هل تستطيع أن تحضر لي ورق الحمام من فضلك؟ مايكل، هل أنت جاد؟ نعم، لا أستطيع أن أطلب هذا من الفتيات. حسنا. مايكل، هذا أنا، خذ. لا، مايكل، إياك أن تصافحني بهذه اليد. داني، هذه الشوكولا فقط، جربها. بالطبع. من الواضح أن سافا لم يتعلم من المرة الأخيرة. هل استغرق في النوم مجددا؟ ممتاز، هيا بنا. جاهز؟ استيقظ يا سافا، لقد أقاموا في الأسفل معرضا للكتب المجانية. لماذا لم يقل لي مسكين سافا، كيف كان بمقدورك الوقوع من أجل بعض الكتب؟ سافا، الشيء الوحيد المجاني هو الهواء. بما أن آنيا ليست هنا، سأترك لها مفاجأة. شريط لاصق، ورق الحمام. آنيا، أمسكي هذا. سرسار.
هذا ليس مضحكا أبدا. يا لها من عادة غريبة لديك فيوليتا، دائما تقومين بقضم الأقلام. يا أولاد، أتعيرونني قلم رصاص؟ نعم يا فيوليتا، سأعيرك واحدا، ولكن أتمنى أن يجعلك الفلفل تمتنعين عن قضم الأقلام. تفضلي. شكرا. أعطوني ماء. داني ابدأ بالركض. يا إلهي، كم بقي للهاتف أن ينطفئ؟ لا تهتمي، فأنا قد أعددت الحل. لقد نفذت بطارية هاتفي، يجب أن أقوم بشحن البطارية. لماذا لا يدخل الشاحن؟ ما الذي حل بهذا الشاحن الغبي؟ وما الفائدة؟ لقد أطفأته. هذا الشاحن لم يكن حقيقياً. ها؟ ها؟ هذا جيد، على الأقل سيكون لديك بعد الوقت معنا. إذن من الجيد أنني أحضرت البطارية البديلة. أليست بطارية مزيفة أيضاً؟ ما ألذ قطع الدجاج هذه؟ إيفا، ألا تظنين أنك تأكلين كثيراً في الآونة الأخيرة؟ حسناً، لا أكل كالمعتاد. إذن لنقيس وزنك. خذي، اصعدي. سافا، لماذا علي أن أقوم بذلك؟ لأثبت لك أن وزنك قد زاد. ماذا؟ يجب أن أبدأ بالحمية اليوم على الفور. هذا يكفي، لن أتناول المزيد من قطع الدجاج. مايكل، لماذا تدعني أشاهد هذا الفيديو المرعب؟ ألم يعجبك؟ أفعى، إني أخاف من الأفاعي. أنا أخاف من الكلاب. لماذا؟ الكلاب مخلوقات لطيفة. آها، لطيفة. عندما تبدأ بالنباح أشعر أن قلبي سيتوقف. مع الكلاب. سأعود بعد قليل يا أصدقاء. أوه سافا، لم يكن عليك أن تقول هذا، لقد ربحت جائزة كبيرة. بالطبع، هل قمت بحل وظيفة الرياضيات؟ لماذا؟ وهل ستدعني أنسخها؟ نعم، سأعيرك إياها. ها داني، هنالك كلب، هيا نهرب. أين هم؟ سافا، انزل هنا، هذا مكبر الصوت، لا يوجد كلاب هنا. ابتسم. والآن كيف سأنزل من هنا؟ أي سافا، يكفي، اتركني. فليعرني أحدكم قلم حبر. بالطبع أنا سأعيرك قلمي. أحتاج إلى قلم حبر وممحاة قلم رصاص، والآن يجب علي أن أجمع الطرفين معا. وها هو ذا. تفضل أستاذ. شكرا. أوه، يا لكم من مضحكين. أعتقد أنه مع قلم الرصاص لن تستطيع وضع علامات سيئة لنا. أعطوني قلما غيره. ماذا تفعلين؟ لا شيء. إذن اهدئي اهدئي. لا تخافي، إنها مزحة. أوه، لقد أخفتني. اسمعي، لنجرب هذا مع آنيا. موافقة. آنيا، ماذا تفعلين هنا؟ أنا أقوم بإنهاء وظيفتي، لا أريد الحصول على علامة سيئة. اهدئي. إنها مزحة. فيوليتا، لقد أتلفت دفتري بشكل كامل. استمري بالكتابة أيتها المهرجة. لقد قلت لك أن هذا الفيلم جميل جدا. أجل، معك حق. يجب أن أجيب إنها والدتي. لا تأكلي كل الحلويات من فضلك. أوه، لقد أكلت كل الحلويات. إيفا ستغضب.
بالطبع، سأقوم باستبدال هذه الحلويات بالطماطم. آنيا، ولكن ما هذا؟ إنها طماطم. وأين اختفت السكاكر؟ هذه أكثر فائدة للصحة من السكاكر. أنا أحاول الاهتمام بك. شكرا لك على محاولتك حمايتي، ولكن لا تفعلي هذا مرة أخرى. مرحبا يا فتيان. يا إلهي، لقد كسر قلمي، يجب أن أغسل يدي الآن. أوه، من الذي فعل هذا؟ مايكل، ما الذي حصل؟ ألم تلحق في الحمام؟ أظن أنك أنت صاحب هذه المسحة. مايكل، انظر فقط، أنت شخص بالغ ولكنك تبولت في بنطالك. مايكل، ابتسم. يا فتيات، أريد أن أتناول الفاكهة. وأنا أيضاً. يا فتيات، لدي بعض البرتقال، هل تريدونه؟ بالطبع، هيا أحضريهم. ملح، ماء، ونقوم بخلطه. تفضل. إنها برتقالة غريبة جدا. إنها مالحة آنيا، هل شعرت بذلك؟ نعم. إيفا، من أين قمت بشرائها؟ لا أعلم، برتقالتي أيضا. في الحقيقة لا أريد أن أتناولها ولا أنا.